انت اتمرنت معاه بشكل معين في وادي دجله، وطبعا كان موجود في النادي الاهلي. الفتره اللي قضيتها معاه في دجله كانت عامله ازاي؟ والله الفترة بتاعت دجلة كنت بلعب برضه الحمد لله، كنت بلعب على طول معاه يمكن أكتر من دلوقتي طبعا، بس أنا ظروف يعني اللي أنا بلعبش دلوقتي في ظروف معينة. فلما كنت في دجلة كان يعني كان بيلعبني بصفة أساسية أكتر، وكنت بلعب معاه ماتشات أكتر بس. فهو يعني كان ده حكاية ما مستر كارتروني، أنا وكنت بلعب معاه يعني الحمد لله. بتفرق لما تكون المدير الفني اتمرنت معاه قبل كده، وبالتالي لما جيت النادي الاهلي ولقيت مستر كارتيرون بتبقى الامور عندك شويه. طبعا كان في مدير فني قبل كده، لكن لما مستر كارتيرون تفرق بقى، وانت شفت نفس المدير الفني ده واتمرنت معاه واخد على طبيعه شخصيته، ده بتفرق معاك اكتر؟ اكيد بتفرق، بتبقى انت مثلا عارف الراجل اللي جاي ده بيحب ايه، يعني بتبقى على معلومات عنه اكتر من مثلا من اللعيبه موجوده، بتبقى عارف مثلا هو بيحب طبيعة نوعيه تدريبه ايه، يحب اللعيب بيحب يعمل اه ايه. بالظبط كده فاهم، فبتبقى انت عارفه يعني على درايه بيه لان هو مرنك قبل كده يعني. بتنصح بقى زمالك ولا تخلي الفايدة دي ليك لوحدك؟ لا عادي والله يعني.